السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول كذلك: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتعلم القرآن والفقه في الدين علامة خير بعبد الله، وعلامة خير بأمة الله. فالذي يتجه للفقه في الدين ويتجه إلى كتاب الله سبحانه يحوز الخيرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة أن يتجه إلى كتاب ربه وإلى سنة رسوله وإلى الفقه في الدين. هذا فضلا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ولا يخفى عليكم أن كتاب الله سبحانه وتعالى جمع فيه كل الخير، فيه صحيح المعتقد، وفيه بيان للمعاملات، وفيه بيان للأخلاق الحسنة الجميلة والترغيب فيها والتنفير عن الأخلاق السيئة. فيه كل خير، كتاب الله سبحانه وتعالى فيه كل خير. ديننا ليس بقاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط كما يقول العلمانيون، فيحصرون الدين في الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل حتى يخرجون الزكاة منه ويستنكرون. هم قوم شعيب كانوا يستنكرون على شعيب أمرا، لما أمرهم شعيب عليه الصلاة والسلام بإيفاء الكيل والميزان: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، تعجبوا من تدخله في الماليات، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني ما دخل الدين بالأموال؟ ما دخل الدين بالأموال؟ هكذا يقولون لشعيب عليه السلام. فبلا ريب أن ديننا انتظم كل أمور الحياة، وكيف لا، والدين هو دين الله، والناس هم عبيد الله سبحانه، فينزل لهم من السماء ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. فمع تفسير آية من كتاب الله وبيان شيء مما فيها من الفقه، ألا وهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آية الدين لاحتياج الناس فيما بينهم إلى معرفة أحكام الديون. فالتأسيس على تفسير الآية الكريمة، ومع تفسير الآية الكريمة كل من له سؤال يتعلق بالديون وأحكامها يطرحه، لعلنا نستفيد في مجلسنا هذا مسألة فقهية تتعلق بالديون. فالديون لها أصول في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها كثيرا ما تستدين، فقيل لها في ذلك، فقالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولكن الحذر أيضا من الاستدين. قالوا: لا، صلى عليه. إن قالوا: نعم، يسأل: هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا: نعم، صلى عليه. إن قالوا: لم يترك لدينه وفاء، قال: صلوا على صاحبكم، ويعتذر عن الصلاة على الميت المدين. لكن لما فتح الله عليه الفتوحات قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
من مات وترك مالا فضل منه صلى الله عليه وسلم. فشاهدي أن الدين وارد في كتاب الله سبحانه، وهذه آية الدين كما أسلفت أطول آية في كتاب الله. الثقات ولا معنى للديون للخطاب، لا تقل أخي فلان ثقة ولا أخي فلان ثقة ولا الأخت فلان ثقة، اكتبوه أبعد عن الشبهات. ولأننا كبني آدم جبلنا على النسيان، جبلنا على النسيان. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أنسى كما أنسى البشر. فالنسيان وارد على بني آدم، حتى الأمور ذات الأهمية القصوى ممكن تنسى. تعرفون أن موسى عليه السلام كان مع يوشع الفتى، ونام موسى عند مجمع البحرين، والحوت المملح حوت ميت في البحر حيا، وأمسك الله جرية الماء، يعني الماء لا يلتئم، يعني حدث ذو أهمية. ومع ذلك استيقظ موسى ونسي يوشع، مع أنه مسألة مهمة، مسألة مهمة لا تقول لا تنسى، لكن الذي يملك العقول هو الله سبحانه وتعالى. ولا أخفى عليكم أيضا أن الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام بشر السجين أنك ستخرج، قال للذي نجى ظن أنه ناجي منهم: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فالنسيان وارد على بني آدم، النسيان وارد على بني آدم. فقوله تعالى فاكتبوه ليس معناه أننا نشك في بعض، أبدا لا يلزم ذلك، إنما لضبط المعاملات. ممكن أخ صالح بينك وبينه معاملة ويحلف بالله ما حصل كذا وكذا، لكن إذا أخرجت له: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر بالكتابة واجب أو مستحب؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالكتابة على الاستحباب. ما الصارف عن الوجوب؟ استخدموا صارفين. الصارف الأول قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والصارف الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جملا من جابر ولم يكتب. فهذه صوارف. الموجبون استدلوا بالآية واستدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند يحسن لكن النظر فيه هل هو من الإسرائيليات أو ليس من الإسرائيليات، لكنه كسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها، ثم نثرهم بين يدي آدم فرأى إنسانا من أضوائهم، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود عليه السلام. قال: يا رب ما عمره؟ قال: عمره 40 أو 60. قال: فقد وهبت من عمري 60 أو 40، يعني حتى يكون 100. فلما حضرت آدم الوفاة، فبناء على أن يتنازل عن العمر، قال: بقي من عمري، وكأن الله أخبره. قال: ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، وعصى فعصت ذريته. فمن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. واستدل بحديث آخر معلول: ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره، رجل كان له عند رجل دين فلم يكتبه، ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، وحديث معلول لا يثبت. لكن على كل حال رأي جمهور العلماء أن كتابة الدين على الاستحباب ليست على الإيجاب.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويدخل في هذا السلم أيضا. ما معنى السلم؟ السلم بمعنى السلف وزنا ومعنى. ما معناه أيضا؟ أنا أريد منك سلعة معينة، أريد منك سلعة معينة أسلمك ثمنها كاملا الآن، أحدد الثمن وأحدد السلعة موصوفة وصفا تاما كيلا أو وزنا وصفة. مثلا أنا أريد أشتري منك طن رز، ما أريده الآن، أريده في أول رمضان مثلا. فقلت لك تعالى أنت تاجر رز أو أنت تزرع رز، أنا أريد منك طن رز. حددت الوزن، رز ما نوعه؟ رز أبيض مصري، نسبة الكسر 5%. حددت الرز تحديدا كاملا، فالوزن حدد والصنف حدد وزمن التسليم 1 رمضان حدد والقيمة حددت. وهذه القيمة انت أخذت مني الآن ثمن الطن، تلزم بسداد الطن إلي غلى الرز أو نقص، أنت ملزم بسداد طن رز لي في يوم 1 رمضان. هذه تسمى السلم، وهي صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك. النبي قال لا تبع ما ليس عندك، استثنيت صورة السلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء إلى المدينة فوجد أهلها يسلفون، قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم في صنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، بثمن معلوم. فتسمى صورة ماذا؟ السلم. يا أيها هذا يكتب أيضا، لأن السلم داخل ضمن الديون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يحدد في الدين وقت التسليم إلى أجل مسمى. يعني أنت أخذت مني 1000 جنيه قرض، قل لي أسلمها لك متى؟ سلمها لي بعد سنة، بعد شهر، بعد سنتين، حدد الزمن. إذا تداينتم بدين، لأن المشاكل تتأتى أحيانا بسبب عدم تحديد زمن السداد. فأنت ممكن في الأول بطيبة نفس تقول يا عم ما تفرج عليك، طب ما فرجتش علي بعد 50 سنة. معلق الكلام، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أحيانا يحصل تزوير ومكر من الدائن أو المدين، فلا تكاتب عادل، هو ليكتب بينكم يفهم في القصة، لأن ممكن التلاعب بالألفاظ يتم والمكر يتم من أحد الكتبة، يعني من صور المكر التي تمت ورأيتها ودخلنا في مشكلة للتحقيق فيها. واحد كنا في أول السنة وأدانا الآخر دينا، ونهاية السنة في سنتين، سنة هجرية وسنة ميلادية، فالدائن يسدد على أنه سيأخذ المبلغ بعد 4 شهور بانتهاء السنة الهجرية، والثاني الكاتب متآمر مع المدين على أنه السنة الميلادية يعني بعدها ب8 أشهر. فهم كاتب إيه؟ بعد كم يا جماعة تسددوا؟ قال بعد سنة، في أول السنة. فهم كاتب في أول السنة وضع كلمة ميم، وضع يعني السنة الميلادية. فالسنة ما يعرف أن، فالكاتب يكتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وخاصة أنه على عهد رسول الله لم يكن الناس يكتبون كثيرا. الأمة كانت أصلا أمة أمية، كما قال الرسول عليه السلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قل منهم من كان يكتب، كانوا كتب معروفون مثلا زيد بن ثابت فلان، قليلون المعروفون الكتبة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب.
دعي الكاتب يلزمه أن يكتب كما علمه الله. شكر لنعمة الله اكتب يا أخي، كما أن الله من عليك بالعلم أدي زكاة هذا العلم، أدي زكاة هذا العلم. ولا يأبى كاتب إنني استلمت أنا فلان الفلاني أخذت من فلان 1000 جنيه، هو الذي يحدد. فالضبط من الذي يملي على الكاتب؟ ربنا يا ضباط. أريد أن أعمل في مسجد، خرب سويت، كان النخل قطع، قبور نبشت، خرابة فيها قبور لمشركين وفيها نخيل وفيها يعني خرابة بمعنى كلمة خراب. سامنوني بحياتكم. فقال العلماء صاحب السلعة أحق بالسوم، يعني صاحب السلعة هو اللي يقول أنا أريد أبيع سلعتي هذه ببيع، أريد أبيع بيتي ب1000، أريد أبيع بيتي ب2000. لكن الناس أحيانا يمكرون، تحب تشتري بكام، تحب، وكل يتدافع في التسعير. والسنة أن صاحب السلعة أحق بالثوم، بالسوم، هو الذي يسوم سلعته، هو الذي يريد أن يبيع. أعجبك أعجبك، ما أعجبك لا تشتري. وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، وصية بتقوى الله عند الإملاء، إنه ممكن يكون ماكر ويلبس على الكاتب أيضا. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، هذا من عقله ضعيف أو سفيه، الناس تختلف في عقليتها، في ناس سفهاء وفي ناس عقلاء وفي ناس مكرة وفي ناس طيبون. الله خلق الخلق أطوارا، ليسوا كلهم على نسق واحد. كلام لا تقل كل الناس طيبين، لا مش كل الناس طيبين، من قال لكل الناس طيبين؟ في ناس كفرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في ناس لصوص، في ناس أمناء، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. هات الفلوس هات الفلوس، في واحد ما يسددش الدين إلا بكده، تسيبه مش هيسدد، دين يسدد، لكن واقف على رأسه كل يوم تتصل، سلام عليكم فلان هات الدين، يقفل السماعة في وشك مرة، تروح للبيت، ما يسدد إلا بهذه الطريقة، إلا ما دمت عليه قائما. لا، وفي ناس تعرف تهتم بالديون اللي عليها وتبحث بسرعة، أنا مدين لفلان أذهب وأسدد له دينه. فالشاهد وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص، لا يبخس، لا ينقص من الدين شيئا، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا، السفيه ضعيف العقل أو ضعيف مش عارف يتكلم، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو خرص ولا أي شيء فيه، فليملل وليه بالعدل. إذا كان في واحد سفيه، في واحد يقوم مقامه من أقربائه وموليه على شؤونه، ولي أمره، فليملل وليه بالعدل، وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. توثيق الحقوق في الماليات بشهادة رجلين، في الشهادات هذه تختلف، في الفلوس في الماليات تكفي شهادة رجلين، لكن في الحدود ما تكفي، لازم شهادة 4، في الرضا ممكن واحدة شهادتها تكفي. قال سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اليوم الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فلازم الشاهد يكون عدل، الشاهد يكون عدل، لكن للأسف في كثير من الدول لم يراعوا الشهادة في العدالة في الشهود في هذه الأيام. يعني في الصدر الأول مستحيل واحد ترك صلاة يكون شاهد، مستحيل واحد محدود في حد زنا يكون شاهد. فالشرع معتبر في عدالة الشهود، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
قوله من رجالكم يعني من المسلمين، من المسلمين. شهادة النصراني لا تجوز على المسلم إلا في حالة واحدة استثناها العلماء، وهي الإشهاد على الوصية في السفر. يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الآيات: ستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. في الماليات رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الله سبحانه يصبر الخواطر، وأيضا يعلل الأحكام، يعلل الأحكام. لماذا؟ قد تقول امرأة مثلا، لا الحمد لله مش، قد تقول امرأة من النساء ليه احنا يعني لماذا شهادة رجل؟ فربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة: بما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ فكثيرا وفي أكثر الأحيان إذا وجدت الأوامر أو النواهي في كتاب الله حتى تطيب النفوس تأتي معللة. أقم الصلاة، لماذا أصلي؟ أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. خذ من أموالهم صدق، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. لا تقربوا الزنا، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهكذا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لذلك كان الرجل وهو سكران يضرب الآخر ضربة يكسر أنفه ويكسر فمه، فإذا استفاق قال: لا أنت كنت متعمد، وتنشأ الحروب. واحد يجمع حصيلة طيلة حياته وشغله وتعبه وكده، وفي لحظة قمار راحت كل الفلوس، طبعا العداوة تنشأ. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الأطفال إذن شهادتهم لا تنفع. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يذكرون طريفة من الطرف في هذا المقام، الله أعلم بصحتها، أن أم الإمام الشافعي دعيت إلى شهادة وكانت معها امرأة أخرى، رجل وامرأتان، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين ويسمع من كل امرأة على حدة، يعني عايز يدخل واحدة ويسمع منها ويخرجها ويدخل يسمع الثانية. قالت: ليس لك هذا. قال: لماذا؟ قالت: نعم ليس لك هذا، الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أنا إذا نسيت هي تذكرني. فما أعظم فقهها رحمها الله تعالى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا القاضي استدعاك اذهب، ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا؟ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، حتى إلا أن تكون تجارة حاضرة أنت تبيع لي وأنا أشتري منك كل يوم تديرونها بينكم، استثنيت لرفع المشقة عنكم، فليس عليكم الكاتب أي كلمة تؤذيه. وأخبرني أن العلم نور حدثنا وكيا، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب أي شيء رهن فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أجر والله بما تعملون عليم. الباب مفتوح لأي سؤال في الديون.
تفضل. هل يجوز سداد الدين مع الزيادة دون اشتراط من الدائن؟ نعم يجوز سداد من الدائن. دل على هذا ما يلي: أولا، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. واستسلف النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بكرا جمل له سن معينة، فجاء يطلب جمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه، الموجود أفضل. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. نعم تفضل. وإياكم. واحد بيعمل في التجارة أو الصناعة، ليه هو الدين؟ لهم كان عليه فلوس وليه فلوس مات. الفلوس اللي عليه تعد ده، مع إن أساس القائمة في اللي هيحل محله، يعني هيفضل برضه بيشتري وبيسدد وبيبيع وليه فلوس. واحد تاجر يبيع ويشتري، له عليه، إذا مات الذي عليه عليه والذي له له. يسمى دينا؟ يسمى دين طبعا لا شك. سمى دين ولا بد أن يسدد. والله قال في قسمة المواريث بعد أن بين الأنصبة: من بعد وصية يوصى بها، وفي الآخر يوصي بها أو دين. الدين قبل الوصية بالإجماع، إنما قدمت الوصية لمزيد الاهتمام، فقبل أن تقسم التركة يسأل ما الديون وتقسم من التركة، وبعد ذلك يزكى المتبقي، يقسم المتبقي. لو مضارب في المال وصاحب مال مستثمر، يعني اتفق على ان الدوره بتاع المضاربه وليكن سنه، المضارب اللي تحت ايده المال مات قبل تمام السنه، وكان متفقين ليها سنه، هل ده برضه شريكان؟ واحد اعطى الاخر مال يتاجر فيه، مالا يتاجر فيه، مات المثمر، وكان النتيجة أنه يصفوا بعد سنة، مات قبل السنة، ينظر إلى الدين. يتخرجان فئة من أهل المعرفة والخبرة تدخل تفصل وتثمن الأشياء. لكن شيخ الدين بالزيادة المماطل لسنين أفقد المال كله، ألا يجوز أن يغرر الزيادة بالدين أصل الدين؟ ويستحق هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى اجتهاد ويعني وحزم فيها. لأن مثلا شخص اشترى سلعة من شخص، وهذه قضايا يوميا ندخل فيها، واشترى سلعة وقال ذهب إليه صاحب الدين قال: أنت بعت السلعة، رد إلي القيمة. الأسبوع مر، قال: ليس لك عندي. مرت منها أموال يتامى. قلنا: لا، خذ دينك فقط. أين الضرر الذي لحق بي ولحق بمن أثمر لهم أموالهم من اليتامى والضعفاء؟ في الحقيقة هذه المسألة ستدخل حسما العقوبة التعزيرية، العقوبة التعزيرية المالية. فإذا قضينا وأهل الاختصاص والفهم في المهنة معنا، بغي عليه لينصرنه الله، لا ضرر ولا ضرار. ألف. والتوصيف كما ذكرت ليس معسرا، نحكم عليك بخمسين ألف، يمضى كلام اللجنة ويأكله الآخر هنيئا مريئا. الصورة واضحة، الجواب واضح، لأن هنا ضرر، عندنا عمومات نتحرك في خلالها، لا ضرر ولا ضرار، عندنا عمومات: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ليل يجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، ويحل عقوبته ويحل عرضه. بس عرضه يا شيخنا حضرتك قالوا الكلام، عقوبته الجمهور على السجن. السجن او الحبس، ما في نص يقول العقوبة لازم تكون حبس. هل في نص او اجتهاد؟ ماذا استفاد من الحبس؟ والتعزير يقول لك انا احبس، هتجيبوا عليه مليون انا احبس بهم شهر شهرين. والتعزير بالمال عندنا ادلته.
إذا لم نسلك هذه المسالك المعاملات تعطلت، المعاملات ستتعطل. فهذه عقوبات تعزيرية، والتعزير بالمال مشروع. وقد عهدت إلى بعض إخواننا من طلبة العلم، الشيخ الأخ الشيخ عمرو شومان، ببحث في العقوبات في التعزير بالمال، موجود مطبوع الحمد لله. نعم اتفضل اتفضل. لي عندي واحد مبلغ كبير، نعم، وصفت انه مماطل. لا هو مش مماطل، هو كل ظروف العمل، ولكن وقت الدفع اجل مرتين، ولما وصلوا صبوا عشان انا اخد فلوسي بالاقرار، قال يا مولانا حدد المبلغ وقت ما انا خدته بالدولار كام، وشوفوا عليه بالدولار كام وانا اسجله. لا هذه مساله اخرى، تحويل الدين من جنيه مصر لا يجوز، تحويل الدين من جنيه مصر للدولار. لماذا؟ لان الان أنت تقول في مقدمة سؤالك أنه معسر، والمعسر معنى فيه نص، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنا أقول لك لا بد أن نفرق بين الإعسار وبين المماطلة من غير إعسار. يعني مش تحرير وضع الرجل ده مطلب، فارق بين المعسر، ربي قال في شأنه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأنت تعرف حديث الرجل الذي قال لربه يوم لقاء ربه، لما سئل هل لك من حسنة ترجوها؟ قال ما عندي ولا حسنة، لكني كنت أرسل فتياني. قالوا تذكر، يمكن في حسنة أنت نسيها. قال ما عندي حسنة، لكن كنت أرسل فتياني فأمرهم أن ينذروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فالمعسر ومن أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونهيب بالناس الآن لأصحاب الأموال والأثرياء، إذا كان في واحد من التجار الصغار معسر يتجاوزوا عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. قل تعالى يا عمي الله يسامحك في اللي عندك، مش عايزه. هذا خلق كريم في كتاب الله سبحانه. نعم. تحديد الربح الآجل على فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ تحديد الربح الآجل على فوائد البنوك يعني ايه؟ مش فاهمين السؤال يعني. يعني دلوقتي يعني انا اقول للناس يا ناس، هذه في البيوع ليست في الديون، لكن لا بأس بها. هذه السلعة انا هي سلعتي، املكها بعشرة نقدا بعشرين إلى أجل، تمام. هذه عروض حلال، أحل الله البيع، أحل الله البيع، عروض حلال. لكن مثلا هذه السلعة بعشرة تدفع خمس، والخمسة الثانية بنسبة 5% ولا 10% زيادة، لا تجوز كده. لا مش الإيقاف، لا بس كحسابيا اعمل أنت اللي أنت عايزه في نفسك. تمام. ماشي. أحد لو سؤال في الديون، إدخال الباء على الفعل المضارع غلط. المصريون يدخلون الباء على الفعل المضارع. أنا أشتري يقول لك بشتري، أنا أنام يقول لك بنام، باكل بشرب بكلم. الباء دي ملهاش. هل في القرآن الكريم أو في السنة أي فعل مضارع مسبوق بباء؟ هل علمت؟ لكن دخلنا كده، أنا باكل، طب قل أنا آكل، أنا بنام، تياغ ما تنام، أنا واضح؟ أشتري. أيوة أنا أشتري، الحمد لله. شخص اشترى من شخص سلعة واتفق على عدم تحديد السعر اللي عند السداد، باطل البيع. نعم. مسألة ضع وتعجل، اختلف العلماء فيها وأختاروا فيها رأي الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من صورها، أنا استدنت منك دينا بعد سنة، أو اشتريت السلعة وأصبحت مدينا لك بألف جنيه، لكن ما هو السداد بعد سنة. جيتني أنت قبل انتهاء السنة بستة أشهر وقلت أنت عليك ألف بعد ستة أشهر، طيب أنا قابل منك تجيبهم 500 الآن ومسامحك، اسمه ضاع
وتعجل القبض، خفض شوية من الفلوس اللي عليك وتعجل القبض. وأرى يشهد لها والله أعلم من وجهة النظر، ولا مرة كبيرة ولا ما استدلوا بها. فقال يا كعب ضع من دين، قلت يا رسول الله، قال الأخر قم فقده، والله أعلم. نعم، دين على الذي وضع يده على التركة، على التركة. لكن اللي بيحصل الآن في الفلاحين للأسف، وده يعني أراه حراما وظلما يعني للبنات. الرجل يموت الآن، يجي ابنه الفلاح مع أخته يعني بنت الميت، قال لي رات أنت لك أبويا سيب 3 قراريط، 2 اللي هي واحد لك، خلاص كده كلام صح. طب أنا أشتري قراراتك بكام القرارات؟ ب1000 جنيه. طيب حاضر أنا موافق، سلم 1000. 20 سنة متصلة لا يسلمها 1000. ولما سعر الجنيه يهبط الهبوط الزائد بعد 20 سنة، قلت تعالي انت لك عندي أختي حبيبتي 1000 جنيه، تفضلي. هذا ظلم بين. وأرى أن العقد في هذه الحالة يبطل، لأنها مشترط عليه يسلمها في مبلغ في مال في مدة زمنية معينة، وهي التي وهو الذي نقض العهد ولم يسلم، فتنقض العهد ولا تسلم أيضا الأرض إلا آنذاك، والله أعلم. لو كتب يا شيخنا عقد في الموضوع ده، عقد كتب في الموضوع ده، أنا أحدد قيمة الإيراد ده بسعر الذهب؟ لا، ما فيش بسعر الذهب. عايزين ضابط في الموضوع ده. ردوا له الإيراد. بنعمل كده احيانا فرارا من الربا. يعني مثلا واحد مثلا اشترى من واحد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، 50 طن رز من زمن، ورفض يسلم المبلغ، حصلت مماطله. فبعد 3 سنوات جاء يقول انا اريد سد الدين. لا، ما ينفعش. قلنا لا، تمسك بالعقد الاصلي، سدد له 50 طن رز، واعطيه مبلغا مثله يعطله عنده الزمن الذي عطلت انت فلوسه فيه. لازم من الفتاوى الايام هذه والتدخلات اهل العرف في المسائل لحسم المسائل، ولا ستتعطل المعاملات بين المسلمين. شركه وساطه بين البائع والمشتري، يتم التقسيط من المشتري للشركه الوسيطه بنفس السعر بدون اي زياده. يتم التقسيط بين المشتري للشركة الوسيطة بنفس السعر بدون أي زيادة، لكن البائع يحصل فلوس من الشركة الوسيطة مخصوم منه رسوم 7%. لا يجوز، معاملة حرام. شركة تسدد نيابة وتأخذ 7%. أسافر بشكل يومي، هل يجوز لي قصر الصلاة يوميا؟ نعم يجوز. إيجار الذهب اللي يدخل في عقود المنفعة؟ لا، ما إيجار الذهب زي إيجار الفلوس. هل يجوز أن أؤجر الفلوس؟ والذهب فلوس والفلوس ذهب. طلعت مسائل جديدة. حديث الرجل الذي كان اقترض 1000 دينار من بني إسرائيل كذا في عصر عهد من قبلنا دون أن يكون في شريعتنا، لا عام، لا بس هو فيه حسن التوكل على الله وصاحب المال راضي. هل كان من هدي النبي أن يذهب لزيارة المقابر من غير الجنازات لترقيق القلب؟ نعم، من هديه. كان يقوم من الليل احيانا ويترك عائشه في الفراش ويذهب لزياره القبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تشاهد الاوفر السلام عليكم يا شيخ اشرف.